بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طلابنا الأعزاء، أطل عليكم من خلال هذا التصوير المتعلق بمادة التلاوة والتجويد لطلاب الصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي، وأخص بهذا التسجيل طلاب الحادي عشر العلمي ألف وباء، حيث أننا قررنا أن ندرسهم مادة التلاوة والتجويد المتعلقة بالصف الثاني الثاني. نبدأ في هذا التسجيل من هذا اليوم الرابع عشر من آذار، اليوم السبت، الساعة 1:30. نبدأ بالآيات من سورة إبراهيم عليه السلام، من الآية 1 إلى الآية 12. نقول لطلابنا الأعزاء أنه يجب أن يكون معهم الكتاب من الصفحة 39 والصفحة 40 والصفحة 41 والصفحة 42. نتحدث من خلال هذا الفيديو عن وجوب حفظ معاني كلمات هذا الدرس، فهي مطلوبة لديهم، ثم دراسة الآيات وتلاوتها تلاوة سليمة لاستخراج أحكام التلاوة والتجويد المطلوبة منهم. هذا الدرس يتعلق بما يعرف بأحكام المد، والمد أصله الزيادة مطلقا في إطلاق الحرف ابتداء، وحروف المد ثلاث: الألف والواو والياء. ويشترط في هذه الحروف الثلاث حتى نمدها مدا زائدا أن تكون الألف ساكنة مفتوح ما قبلها، مثل كلمة قال، أو واو ساكنة مضموم ما قبلها، مثل فردوا، أو ياء ساكنة مكسور ما قبلها، مثل سبيل. وهذه الكلمة وهذه الحروف مجموعة في كلمة قوله تعالى نوحيها. نوحيها الواو والياء والألف. وينقسم المد إلى قسمين: المد الطبيعي أو نسميه المد الأصلي، والمد الفرعي. والمد الطبيعي هو ما لا تقوم ذات الحرف إلا به، أي مد حرف المد. فالمد الطبيعي أن يأتي حرف المد وليس قبله همزة وليس بعده همزة أو سكون. وحفظ التعريفات مطلوبة، فيجب على الطالب أن يدرسها وأن يحفظها جيدا. والمد الفرعي ما كان له سبب كالهمزة أو السكون، وهو ما يسمى بالمد الزائد على المد الطبيعي، ويعرف بأنه أن يأتي قبل حرف المد همزة أو يأتي بعده همزة أو سكون. وسنتناول في هذا الدرس أنواع المد الثلاث: المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد البدل. المد الواجب المتصل وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة في الكلمة نفسها، ويمد من 4 إلى 5 حركات وجوبا، مثل كلمة يشاء. ومعنى من 4 إلى 5 حركات بمقدار بسط الأصبع أو ضمه بسطا طبيعيا أو ضما طبيعيا. وهناك كلمات في الدرس متعلقة بالمد الواجب المتصل، مثل كلمة فباء، أو قوله تعالى للسائلين، أو بريء. فهذا المد واجب وهو متصل، لأنه يقع في نفس الكلمة حرف المد، مثل كلمة يشاء، المد الألف في الكلمة والهمزة بعدها مباشرة، للسائلين،
الألف ويأتي بعدها حرف الهمزة، يأتي بعدها الهمزة. فباء الألف وبعدها الهمزة، فهذا ما كان سببه الهمز، أن يقع حرف المد في آخر الكلمة أو في آخر الكلمة ويأتي بعدها الهمزة. أما المد الجائز المنفصل فهو أن يأتي بعد حرف المد همزة ويكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها، ويمد من 2 إلى 4 إلى 5 حركات جوازا، مثل قول الله تعالى إلى أجل مسمى، أو يا أيها حرف المد في الكلمة الآخر الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة الثانية. ومثل ذلك قول الله تعالى في أنفسكم، فيجوز أن أمده مقدار حركتين، فأقول في أنفسكم مقدار 4 حركات، في أنفسكم مقدار 5 حركات، في أنفسكم. وقول الله تعالى يا أبانا إن، يا أبانا إن. ويوجد مثال آخر قد جمع المد المنفصل والمد المتصل، في جمعهم في كلمة واحدة، وهي كلمة هؤلاء. فهذه الكلمة عبارة عن كلمتين، فالأولى مد منفصل الهاء، وهي ما يسمى بهاء التنبيه، وأولئك اسم إشارة. هذه الكلمة قد جمعت المد المتصل والمد المنفصل، أولها منفصل والقسم الثاني متصل، كلمة أولئك متصل وها مد منفصل. أما النوع الثالث والذي سووه الهمزة وهو مد البدل، ويعرف أن يأتي قبل حرف المد همزة في الكلمة نفسها ومقداره 2 حركات، أي يمد مدا طبيعيا. وسمي هذا المد بدلا لأن أصل حرف المد في الكلمة همزة ساكنة أبدلت إلى حرف مد مجانس للحركة، وهو طبعا الهمزة الأولى، مثل كلمة آدم أصلها أآ، همزتين أآدم، أوذينا أوذينا، إيمانا آمن، فالهمزة متقدمة على حرف المد وسمي بدلا بهذا الوصف كون الهمزة تقدمت على حرف المد ابتداء. طلابنا الأعزاء، هذا ما أحببت أن أبينه لكم في الدرس الأول عبر هذا التصوير، عبر هذا الفيديو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرور والأذى والأمراض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى مقاعد الدراسة حتى يكون التواصل قائما على أساس استخدام السبورة واستخدام الشرح المفصل. هذا ما أحببت أن أضيفه إليكم في الدرس الأول المتعلق بآيات سورة إبراهيم عليه السلام في المقطع الأول، وهناك في الأسئلة سوف أزودكم بها، ولكن يجب علينا أن نطبق هذا الكلام تطبيقا في أن نستخرج هذه الآيات التي نتلوها عليكم، وأن نستخرج من آيات الدرس جميع الأمثلة المتعلقة بالمد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل ومد البدل. فهذا يعتبر واجبا عليكم أن تقرأوا هذه الآيات وتطبقوا وتستخرجوا من هذه الآيات جميع هذه الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. فأطلب منكم أن تعودوا إلى آيات، إلى أسئلة هذا الدرس التقويم، وسوف أنزلها عليكم إجابات نموذجية من قبل الوزارة حول استخراج هذه الأحكام. فنبدأ بمثال في قول الله تعالى نستخرج من آيات سورة إبراهيم، طبعا وسنشرح أحكام فواتح السورة في قول الله تعالى ألف لام را، وهذه الحروف المقطعة لها أحكام
في المد سوف نأخذها طبعا في الدرس القادم بإذنه تبارك وتعالى. ولكن نريد أن نتلو هذه الآيات تلاوة جيدة ونستخرج الأحكام المتعلقة بما أخذناه من هذه الأمور. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فمرت علينا كلمة أولئك وهي مد متصل واجب. وفي قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا مد منفصل، وهكذا باقي الأحكام التي سوف تمر عليكم أثناء تلاوتكم لهذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وأن يزودكم بالعلم والتقوى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.